البلديتين الوهرانية والعاصمية حضروا بقوة إلى الباهية وهران، أين صنعوا الإثارة والحماس بمدرجات أحمد زابانة. هذه الصور الرائعة قابلتها المتعة والفرجة فوق أرضية الميدان، حيث كان أصحاب الأرض السباقون في تهديد مرمى المنافس عن طريق بنيطو الذي علت كرته العارضة الأفقية. بعد هذا مولودية الجزائر سجلت هدف والحكم الزواوي رفضه بسبب خروج الكرة من المستطيل الأخضر كما توضحه الصورة. الحمراوة سيطروا على مجريات اللعب في هذه الجولة الأولى وتحكموا في زمام الأمور وشنوا عدة حملات هجومية أقلقت كثيرا دفاع الزوار، خاصة عن طريق بوعيشة واللاعب الإفريقي داغولو، ولكن الحارس جميلي كان صمام الأمان لدفاع مولودية العاصمة حيث أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة. ورغم اندفاع عناصر مولودية وهران في القاطرة الأمامية إلا أن محاولتهم لم تأتي بما كان ينتظره أنصار اللونين الأحمر والأبيض لتفترق التشكيلتان إلى غرف تغيير الملابس بنتيجة بيضاء. المرحلة الثانية وصلت مولودية وهران هجمتها، نساخ يسدد وكرته تخطئ المرمى، وفي الدقيقة 52 مولودية العاصمة تتحصل على ضربة جزاء بعد عرقلة جاليد في منطقة العمليات. هذا الخطأ كلف مولودية وهران طرد المدافع نساخ. الضربة تولى تنفيذها جاليد بنجاح وفرحة عارمة وسط أنصار مولودية العاصمة. مولودية وهران وصلت بنفس العزيمة والإصرار رغم النقص العددي، وتمكن المهاجم بوعيشة من تعديل النتيجة في الدقيقة 63. وفي النصف ساعة الأخير عرفت مولودية الجزائر كيف تستحوذ على معركة الوسط، وحاول لاعبوها التسديد من بعيد عن طريق مترف والبديل حشود، إلا أن الحارس دحمان رفض أن تزور الكرة شبكه مرة ثانية. وفي الدقائق الأخيرة من المباراة حاول هجوم الفريقين عن طريق يحيى شريف الذي جنبت كرته العمود، والمخالفة التي نفذها عواد تصدى لها الحارس على مرتين لتنتهي المواجهة بنتيجة هدف لمثله. الله غالب، خلنا الحظ، درنا الماكسيموم، لعبنا افون. انسى كيما يقول لك رانا راضيين على النتيجه هذه ابري تروا جور ملي لعبنا الماتش تاعين الفكرون. قلت من الاولى دخلنا احنا باش نديروا ان ريزولتا بوزيتيف. لا غالب ما كانش معنا الحد، درنا باسكو ما تخفاش عليك لعبنا ب 10. الحمد لله النقطه فيها بركه، ومازال هادو عندك دو ماتش الاولى ومازال خير قدام. وتعليق كان لي زميل طه شعبان، والفريقان اكتفيا بنقطة لكل فريق، النقطة تخدم أكثر مولودية الجزائر وتخدم حتى مولودية وهران، تخدمه لأنه ربح فريق يلعب ثقة، خلق فرص، كان الند للند أمام المولودية عكس الموسم الفارط. لذلك الناحية المعنوية مهمة، ربح أيضا جمهوره اللي عاد بقوة إلى المدرجات، ولكن المولودية هذا الموسم قوتها وأنها أي مولودية كريم؟ المولودية العاصمية قوتها أنها تتنقل من أجل الفوز، حتى من كلام كريم